السلام عليكم. كان الإمام محمد بن العربي المالكي رحمه الله تعالى من كبار الفقهاء والأدباء في عصره، وكان فيه خصلة جميلة جدا، وهي جمعه بين العلم الشرعي وبين الأدب والشعر العربيين الراقيين، فكان له مقطوعات في غاية الجمال، منها هذه المقطوعة التي يقول فيها: أتتني تؤنبني بالبكاء فأحلم بها وبتأنيبها، تقول وفي نفسها حسرة أتبكي بعين تراني بها، فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت جفوني بتعذيبها.